هل لديك شغف بالشعر؟ مسلسل أمل سيسمع العالم العربي صوت كلماتك. اكتب قصيدة من 6 إلى 10 أسطر تدعم فيها الوطن العربي في أزمته، وتقول له بكرة أحلى، وانشرها في تغريدة على تويتر مع إضافة هاشتاغ بكرة أحلى وذكر حساب @الآن تي في. ستعرض القصيدة الفائزة على تلفزيون الآن لمدة شهر كامل. شاركنا حملتنا حتى يكون بكرة أحلى.